الحمد لله ذي تيسير يا الله نظم داري له يا الله يا الله يا يبشر قومه بأنك تأتيها إيمان بنبوته وكل نبي يا أيام الخيرات يا سيد الورى وخاتم الأنبياء ذوي القدر فنحن إلى الباب يا سيد الورى بجايكم نرجو الشفاعة في العصر يبشر قومه إيمان بنبوتي وكل نبي جاء يبشر قومه بأنك تأتيها إيمان بنبوته وكل نبي جاء الرسول راجين منكم جميع الذين نبغي من العز والنصر وبابك ما وافى عبد ولم ينل بجودك ما يرجو من الفوز والأجر صلاة وتسليم على شافع الورى محمد المختار خير بني فهري وأزواجي ولالي أنجمين وأصحابي مرتغات ذوي الكفر يبشر قومه لأنك فاتحا كمان بنبوته وكل نبي جاء يبشر قومه بأنك تأتيها إيمان بنبوته وكل نبي جاء بشرون هادي البشير المرتدى هو الإمام لمسجد وصورة مودانا ومباعدي خاتم خاتي في ملابيا فمنون علي علينا رابع نخيتا مولانا ومباشر يا البشير مرتدى وهو الإمام لمسجدين وصورا من مودانا وبسائبيخا سابخات بالأنبياء فرنون علينا رابعون خدا أوقى وأوفى قطبنا وإمامنا وزارا وعهدا من جميع أنا مودانا وبسائبي خاتم خيرتي في بالأنبياء فمنون علينا رابعون خدا مولانا ملأ الفؤاد قبات شوق والهوى على من ووجدا يا
sulli waaw seigne mansour neena moy wi dal neexna lol barakallahu yalla na yalla gudde sen fam neena li xalé doon way legi neexna waye yam ci dafa arabé barakallahu صلي على البدر صلي على البدر ما أما الحجج إلى زيارة روض يا رحمن يا الله موزعني شكرا موزعني الشكر ما أوليتني نعما جل ثناؤك يا رحمن يا الله لقد من الله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا رسولا يتلو عليهم آياته رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي الضلال المبين في الحقيقة أن هذه المنة التي من الله عليها ابتدأت في إنه وإنه إذ أراد الله نشأتنا أبان من نوره نور النبي العالمين منة علينا منة حينما تقرر وخلق الأخلاق بعث الأنبياء لظهوره مقدمات منة الليل العروبة حل الدر في رجب ثم المنادي وحينما ينادي منة تنبهوا أن النور الختم ليلكم منة أن عطروا بخروا خير البخور وأفرشوا السجدات منة إذ قال الملائكة أبواب السماء فتحت كذا الجنان ونور الشمس في عدم منة وحينما تلاقت وحوش القافقين كما سواكن البحر قد لاقت من النعم منة حينما اخضرت الأرض والأشجار قد حملت فسمي العام عام الفتح والرفم منة وحينما ترس دعائم السلام من هذا البيتين الشريفين من مولاي العارف بالله الذي رب الفقهاء وفقه الأولياء ورقى الأصفياء مولاي الشيخ الحاج مالك بن عثمان اللهم زده تشريفا وتكريما وتعظيما وتفخيما ومهابة وفيضا وقبولا ورفعة وارتفاعا وعلوا واعتلاء وعزا واعتزازا وفخرا وافتخارا في الملأ الأعلى في جميع الحضرات اللهم رقه رضي الله تعالى عنه في درجات قربك ومعرفتك إلى ما لا نهاية لك وزد مدده يا أرحم الراحمين يا رب العالمين مولاي الشيخ الحاج أبا بكر ابن العارف بالله مولاي الشيخ الحاج محمد المنصور من تربى على من عرف الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مولاي الشيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه ندعو الله تعالى أن يمد في عمرك وأن يبارك في صحتك سخرا لنا ولهذه الحضرة الربانية المحمدية الأحمدية التجانية المالكية دائما تدوم محوصة مبكي جلتي waxtan wu gatt lay doon insha allah dañuy waxtan aslef rek ci dara ju tedd ji di dara cheikhul hadji malik si radi allah taala anhu fonko gumu fonko gam bisi jek talif na ab tere tudde ko gam rek nu reyusam an tere bo xamni danika لغا خمني كبار الفلاسفة حينما أرادوا أن يحسسوا الحقيقة كانوا يحفرون
Descartes amsalu Imam al-Ghazali amsalu ñom ñep biñu bëggé jëmbat haqiqa dañu gassa gass bu mu dëgër ñuy soga jëmbat Cheikh al-Hajj Malik mo la def ci téré bobu benen bet ñaarël bi moy Mawlaya Cheikh al-Hajj Malik téln lool gam gamuna té bobu jëlagul sax kër ndax jamono yi nga xamanteni mam al-hajj rawhan ngi sogo ñibisi joge ca daara ja fekk naka sancha ali ngom ñu gam ci kër bayam sancha ali ngom té bobu yaakarna kër amagul ñettel bi moy mawlaya cheikh al-hajj malik dafa yegon ni ci ay hikmam ak ni mu xamé won jamono ak niko yalla wajale ci wacca yoyu bokuna ci mom limu waxal bopam ci ihamul munkiril jani ni wassani walidi an uhibba shaykhana tijani radiyallahu ta'ala an waxna ci jawa ci kifaya turaghi bi na ihamul munkiril jani tere bi mu mujja bind ci aduna kon tel nañ ko wajal tel na sop sirna muhammadin sallallahu alayhi wasallam tel na sop مولانا الشيخ سيد احمد التجاني رضي الله تعالى عنه يكني لومو جوغي كون نان باي لين خيو خيو يي مو ديفر بنين خيو خيو بو خامني داي تيم خيو خيو ييب با غاموي مودي نيك ناك خيو خيو ييب ني دان ديف ينيني غودي بايكو نييو تي غودي غام جوروميل بي موي مولانا الشيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه بومو ديمي با جيمبت غامو داكا ديفون يونيفرسيتي université bo xamni ñepp ci bok nga xamni dañu lay daldi jangal ben bunt ci sayyidna muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga xam ko daldi ko jëfé ñiko yalla wërsegalé lon ci jamono moy dañuy dégg top dañuy dégg top loolu taxna mu jëlon ko diko jël sira diko jangalé ba nga xamanteni bunt par bunt ci téré yépp nak la ko doon jàngalé rabbi yalla ta'ala juroom benen bi moy fexé ba jëmbat sop sidna muhammad ci xol yi té doomu adama amul lu ëpp solo sop sidna muhammadin sallallahu alayhi wasallam juroom ñaarël bi mu jëmmalé yoy yépp ala azimu batu ala jëfëndiko nako ci ay barab waye da kay gën di fessel ci ala ya da' gën ko fessel ci ala azimu layla al-wiladati hisbatan defal ko ngeen muy ak jaamu yalla na ngeen magal guddik sayyid gan ak aduna sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam ngeen jaamu ko sen borom ndaxte lu jitu gané gi aduna kérok bi nga xamanteni sunu borom subhanahu wa ta'ala fassiyene na bind doomu adamay ci ñak ci kan la jaarale amuk doomu adamay aduna bi ak lepp lu yalla bind ni ko jaarale ci sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mu jëmmal ko ci wa innahu iz arada hinama arada allah ta'ala nash'atana nahnu bani adam nahnu al-kawn al-manzur nahnu al-kawn ghayr mansur loy tek bat ak lo tegul wat iz arada allah nash'atana nahnu الأكوان أبانا من نوره سبحانه ما الذي أبانا منه نور النبي العالمين فأباننا من نوره صلى الله عليه وسلم شيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه كي ريو سمعان نبارين يعني ربضون غزل شيخ الحاج مالك مصول غزل مصول غزل li muy def moy daat moy aduna aduna lay wonane wor kat la bay ghazal moy ci sa wax nga jël genn jongoma jo xamni taram yem na la lu bare ci mom yem na la nga jaar ci ngir ag ci taru sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam cheikhul hajj malik musul def lolu waxtu bu muy wax ci lamiya ba dafa jël xeer ya nek makkatul mukarrama xeer ya nek madinatul munawwara ak
falafiya fa nek yeb ngir jaar ci pour ag ci leeru sirna muhammadin pour ag dal di waxni salli ala al badri hada al badr al tali' salli alayhi sallallahu alayhi wasallam hina ma hajja al hujaj wa labbu sallallahu alayhi wasallam kon cheikh al haj malik da fa jël da'ab ni moy aduna aduna ku jeflantek mom warna la wa te tekkal ba ci ay worom moy bamou nan ko dama bëggone liñu sekk yow daal te moy ak tofel dundal ko ndax buñ ko dundulule waxuma la tofel gi day dé way nun dañi dé ala habl al mawaddati jaddidiha fi tajdid nahya kull hin mu delu wat di wax ak mom wa kana dahru daal dé yarmi nasihaman fa afna dhaka adatuhu quruni daal aduna mi ak limu ëmb ñun ñep mu ngi yoron di yobbu rek té nak téwul ñong koy jox suñu bok waqad afna la'alla al'umra minni cheikh al hadj malik bokk na ci li nga xamni bo yéré manam ni muy tarbiya bokk na ci li muy jëk dindi ci doomu adam moy tasrif tasrif moy nal nal tasrif moy nal mok la alla dañuy tardel doomu adam nal boy tafsir da nga nan sawfa nangam sawfa dana ko def ba aduna ñew la alla tam da nga nan rek xeyna aduna dara faay ba ca kanam waqad asna la alla al umra minni wa dinu shayni aqba kull hin wa serigne babakar neena tafsir moy nal ben arma la ci armay shaytani wa dalay galankor dala ci teunk dala ci ga ci barap lolo motax cheikhul haj malik ni nga xamni khalat kat yi nañ dan jekki bu mujj ñewut li nga xamni moy inqita' li nga xamni mo lu ñu wax rupture mu jël ko digënté nak da'at digënté nak aduna lu bu won wax doon jangale rek cheikhul haj malik doon jangale rek jamono yomunan tamawaj al bahr bahr dhanbi shid haj malik lan moy bakaram lan moy bakaram sunu ñuna tamawaj al bahr bahr dhanbi ya diqati wa innani rabbi khiftu al gharq waxul bopam ñun lu bëggon tarbi تموج البحر بحر الذنب يا ثقتي وإنني ربي خبت الغرق يا الله تموج البحر بحر الذنب يا ثقتي وإنه ربي غبط الغرق يا الله وما سفينة ترجى غير رحمتك الأذن العميمة كل الخلق يا الله من مولانا تابع البحر بحر دلبي ثقتي وإن لربي غبط الغرق يا الله بغون وخني ادنا كيفكو موي تي موم تاردل دالاي تاردل تي سو دوند ييب اي بروبليم لا li gëna metti ci aduna moy sentu problème aduna nak dalay teunk ci problème ni la benen nga ñew dalay teunk ci problème ni la benen nga ñew dañu wax ni nek ci crise metti na waye sentu crise mo gëna metti cheikhul haj malik radiyallahu ta'ala anhu neena non la aduna def lolu motax mu ni dem na ba yek ni aduna geej la te ñu bare lat nañ ci waye man duma sax ag ca tefesam duma sax ag ca tefesam motax mu daldi wax ni
متى ما دان بحرك يا دنيا متى ما دان بحرك يا دنيا من كدور بحر الدنيا كدر نعم دنيا جيجلة ويجيجو نخلة دو خمنا تي ناني دو خمنا تي سانغو دو خمنا تي ووتي اور دو خمنا تي خوسي جيجو نخلة دو خمي دو جا جيجو والدو تنكو بحر الدنيا كوشة جار دوكو جيجو جيجو خوت مونينا غناو ساني نالا تي سما غناو سين ناتي سما غناو بنين جيجو متى ما دان بحرك من قدور هناك بحر ساتن سلسل عذب ما هو بحر الأمين بغا تامبلي سي الايا دعب بوبا لا نان متى ما دان اي ورك بيس اي وركته نغيس واي موم فيمو جيك جيج مو جيك نيو تابي سي نانا جيج غوغو kika mom kiko yilif kikoy sey amin la amin moy gor amin moy gor motax amana dang koy firi lu bare bare diko firi qualité mais amana moy ngor la dina liman la amanata la ko amul ngor buñu neela am nga dine dañu lay nax motax degna مولانا الشيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه ب عبد الله الا بك سخنا سدون سكو منانكو ان الحر ان اما الحرام فالممات دونه فالحل لا يحل فالصبينه جسنا فكيف بالامر الذي تبغينه او كيف لو رجلس يحمي الكريم والفاعل الكريم يحمي عرضه ودينه سما بن مك سري باي باي بغور بي سليمان باي نانا ما شيخ الحاج مالك دا دان واخ نان ليك غنا نيه كي ويوا مو جيتال كي سخنا سي اب غور كي جيتال عرض سوغو سي تك دينه تعرف عرض موي در nit bu samulé bu sa bu monulé sam daram monul sam diné al kan al karim yahmi fal karim yahmi irdahu wa dinahu motax alladhi tabghina wa yahmi al karim irdahu wa dinahu أما الحرام فالمما تكون دون والحل لا إلا فاستدين يا نبا كيف بالأمر الذي تبين يحمي الكريم إرضه ودينه أما الحرام فالمما تكون kisaytu geej gi ma deugmal la jekk ci ay melokanam moy gor su set wicca la aminun la yakhun sallallahu alayhi wasallam mu tegateni amna lu teggu wat ci amana gi de moy nubuwa manam ni muy sambe geej gi yalla koy dey nan ko ni la ñettel bi abqari la abqari moy ko xane xelam man loko nat ak keneen kumu mel ak kumu tollol jamono manam amna yenen yu koy dey muni amna ci benen ar yahyi moy borom jukku ju rafet mbollem taru jukko boy wax muni ki nga xamni geejam manki bugu soobu laqna jukko yoy mu tek te nak ni sans borom ak tanal bopam nak motax mom mel ni mu mel ذو خلق بيوني بروم جوكو رافات رافات لول موتاخ مو ديلو وات سي خلاص ني ليلى العروبه باتو در اك باتو حل حل
xal mom dafa nek lo xamanteni da nga nan ca kaw la joge min inani sama ngir yahud ila al ard kon xal adur dur benen ngir la momitam motax cheikh al haji malik lahu ta'birat nuraniya an an nabi nur lahu ta'birat nuraniya an an nabi nur manam ay bo don nat yimuy jefandiko ngir wax djunge yonent motax batu nur bare ci ay kiyam nurul minan nur wa tat awda'ta wa hikman nurun ahad bo dine tere mi le manam nur dom ngay tuddu fumu tudde yonent be rek tudde nako nur bokulok bindakat yi de ki cheikh al haji malik deg de ma sala والإحسان وجد نصرنا فرد على الإبن شكر والدين ومولى والد البر يا أستاذ في الميدان أصلحت حاليا سرا لست معتزلا منسي والرضا وري باكم في واجب الفرد فرد على الابن وشكر الوالدين ومولى الوالد البر يا استاذ ارسل ما يمدان وبعد ما غبت وجه كريم بسط الهلا بحيديك والتيسير مشروع بعد ما غبت وجود منبسط لنا لفيديك والتيسير ارصف ما يردانا بفيديك محمد منصرنا لنا بفيديك والتيسير مشروعنا لنا بفيديك خلف ببا يمني لنا أبي بيديك وتيسير مسرور لنجي يدبلو توتي كيل العروبة بوكي جنجت بتا ان عطروا قال الملائكه بوكاي جامبات ليلا سا جانغات دي جوخ موي دومو ادمه مو مجا غامو سي ادنا دومو ادمه مو مجا غامو سي ادنا عالم الملائكه ييك جن ييك نجاناو ييك نده لالا كاي وار موي وتلاقت وحوش القافقين كما سواكن البحر قد تلاقت من النعم كن كوتي نيك مانام لي نيو خامون تي ربي الله موي فاد واي اتوم غانك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم امول ген غاي نغو فاد بن بوكي فاد و بن نجاناو كين تيتنوكو la ca doli lolou nak luñ ci jangat cheikhul haji malik radiyallahu ta'ala anhu waxtu wi bind rek amna leneen lu muy sanni ci bir lu muy sanni ci bir moy kon gannaaw njanaaw yi te amuñum xel te kat li nga am ci sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam amuñu ko sam jangat war nga ko avancer bon foko avancer jëm mu ni jam gannaaw ñom dañu ormalé gane ak sayyidna muhammad ba benn bruit amul ci aduna bi
ken lorun ken kon yow war nga fexé ba yow ganek sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam ci aduna nek sa commencement wu bugg jam di dox jam di wax jam di fexé jam bu jam bare xam nga lu xew wax nako di fa dharratil ardu wal ashjaru qad hamilat wa sum fa summiya al aam aam al fath lo wut dig ci jot aam al fath aam al fath aam al fath lo wut dig ci jot سمي العام عام الفتح والرحمة وصلي يا إلهي واجزي الأبد عنا محمدا مختاره الغنم فاخضرت الأرض والأشجار قد عام ونبى سمي العام عام الفتح والرحمة وصلي يا إلهي يجزيا بعدنا يا عمنا محبنا يا مختار بالقدم وللنساء بما الرحمن حمل ذكور ذلك العام إكراما لمختارنا وصليا يا إلهي واجزيا أبدا أن محمدا المختار في القدم جب الهدى ثم بأوا والبهاد موتنا عمل بخير الورى المختار في القدم جب الهدى ثم والبهاء جودا حمل لخير الورى المختار في القدم نتجي في الغاية الغاية من قراءة السيرة شيخ الحاج مالك سي رضي الله تعالى عنه وأرضاه نانا يالا تيري بي دومان لا تامبالي تا الحمد لله بابا ماي تيج دومان كما وهبت لنا ترتيب سيرته يوا دومان تيري بي نمن دومان كون نك ماغ لاي نيان لنين كون فهب لنا الاقتداء لي تي نك لا اله الا الله li nek ci sira lepp lu ñu naan nit manuko ma ngi ñaan mawdo yalla nga may mom yalla nga mom may ma man ko fa hab lana al iqtida ya hadiya tahimi wa sallallahu ta'ala wa sallam wa barak ala sayyidina muhammad wa ali wa sahbihi wa sallam wa radiyallahu ta'ala an sayyid al qawm mawlaya shaykh al hajj malik si radiyallahu ta'ala anhu ardahu nafhamallahu ta'ala wa barakatuh الحمد لله ذي تيسير يا الله نظم داري له يا الله يا الله